السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مجلة الجاردينيا، ونقرأ فيها مقالا للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي بعنوان العراق المحتل وعقدة الديمقراطية المزعومة. لم يعد خاف على أحد أن الدولة العميقة التي يقودها نوري المالكي هي من تنفرد بكل القرارات والتوجهات في العراق المحتل، سيما بعد أن تبرع مقتدى الصدر بحصة تياره لخصومه، ربما بإيعاز من جهات خارجية، وبعد أن تخلص المالكي والإطار من حليفهم بالأمس محمد الحلبوسي رغم كل ما قدمه لهم من تنازلات. مع وجود حكومة دومان يقودها دعائياً أمام العراقيين، شخص منزوع الإرادة والصلاحيات ولا يدري كيف يدافع عن نفسه في مشهد معقد لا حول له ولا قوة في مواجهته. لم تتمكن حكومة الدمى من تلبية المطالب الرئيسة التي طرحها المحتجون، مما أدى إلى وصفه بأنه انهيار إضافي في العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين. واصلت سلطات حكومة تهديد حقوق الإنسان الأساسية، واستهدفت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني رغم إعلانها عن خطط دعائية جديدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في العراق. تتزامن انتخابات مجالس المحافظات إن أجريت مع ظروف بالغة التعقيد وانفلات أمني تقوده الميليشيات التابعة للولي الفقيه في طهران، ومسرحية أخرى بادعاء وجود صراع بين هذه الميليشيات والاحتلال الأمريكي التي تطغى أكاذيب نظام طهران بالدفاع عن فلسطين وتحريرها من العدو الصهيوني المغتصب. والاحتلال يمتلك من القدرة والإمكانات التكنولوجية وغطاء الاتفاقيات المعلنة والسرية التي عقدها مع ذات الجهات التي تدعي أنها تحاربه، ما يجعله يهيمن على الخيارات والقرارات العسكرية. وفي صحيفة المدى نقرأ مقالا بعنوان البصرة من سلة فاكهة إلى سلة مخدرات للكاتبة سعاد الجزائري. البصرة كما يقال إنها سلة فاكهة العراق، وفيها يتعانق النهران، وموقعها الجغرافي يحسدها عليه الكثير من الدول. البصرة ولادة شعراء وروائيين ورسامين وأعذب أصوات الغناء. البصرة مدينة الثورات والانتفاضات، والطفل فيها يرضع الإباء والوطنية من حليب أمه الطاهرة. لكن هذه المدينة لم تهدأ يوماً من غزارة مطر القهر والحروب، حتى قال البعض إن نشبت حرب في القطب الشمالي فإن البصرة ستقصف، لأن هذه المدينة كانت بوابة وممر عبور كل الحروب التي مر بها العراق. هذه السلة تعاني اليوم عدا الفقر والعطش وشدة الملوحة مياه شطها التي لا تصلح حتى ري الزراعة أو الحيوان، إضافة إلى كثرة الصراعات بين الفصائل السياسية والعشائرية، وعدا عن الفساد المستشري بشراسة واختراق أجهزتها الأمنية والعسكرية، فإنها أيضا تعاني من وباء سيقضي تدريجيا على جيل كامل من شباب وشابات البصرة، وباء تم التخطيط له ليتغلغل بين الشباب بشكل منظم ومدروس حتى من قبل بعض المسؤولين والسياسيين لفائدتهم، التي تتلخص في قمع صوت جيل يريد وطنا نظيفا وحياة كريمة، إضافة إلى فائدة هذا الوباء بما تدره عليهم من أموال أقل ما توصف به أنها نجسة. أنا أتحدث عن وباء تعاطي المخدرات الذي قال عنه أحد سكان البصرة: البصرة ستموت إن لم يتم القضاء على هذه الآفة الفتاكة التي تنتشر بكثرة بين شبابنا وحتى الشابات. مستشفى الفيحاء في مدينة البصرة تشهد على هول هذه المشكلة، لأنها تستقبل أعداداً تتزايد من المتعاطين يوماً بعد آخر، وبسبب كثرتهم فإن قدرة المستشفى الاستيعابية أصبحت لا تعادل كثرة أعداد المتعاطين التي تبعث عن الحزن والخوف معاً. وإلى موقع عربي 21، ونقرأ فيه مقالاً بعنوان عالم ما بعد الإعلام للكاتب أحمد موفق زيدان، يقول فيه:
تحدث الكثيرون سابقا عن عالم ما بعد الحداثة، لنجد آخرين اليوم قد بدأوا بالحديث عن عالم ما بعد الإعلام. عززته الحرب الأوكرانية والحرب الصهيونية على غزة، ووقوع الإعلام وأدواته كضحية من ضحايا هذه الحروب، فتضحية الإعلام الغربي بمصداقية بناها عبر عقود دفعت الكثير من المشاهدين والمتابعين لهذه الوسائل للانفضاض والتخلي عنها، في حين برزت وسائل التواصل الاجتماعي كبديل عن التقليدي، إلا أنها لم تحظى بتلك المصداقية التي كان يحظى بها الإعلام التقليدي سابقاً، والذي خسرها اليوم بشكل كبير في ظل ما جرى ويجري من تداعيات الواقع المعاش بشكل عام. فقد أظهرت استطلاعات الرأي في أمريكا لمعهد جالوب أن 37% من المستطلعة آراؤهم لا يثقون بالإعلام بعد الحرب على غزة، بينما قال 7% فقط إنهم يثقون بوسائل الإعلام، وتوزعت النسبة الباقية على مستويات متعددة ومختلفة في الثقة بالإعلام من عدمها. إن تراجع المهنية والاحترافية لدى وسائل الإعلام الغربية خلال فترة الحرب على غزة، والتي تجاهلت حق الفلسطينيين حيث لم تعاملهم كبشر وفقا لرسالة صحفي بي بي سي، وحتى وصل الأمر إلى مضايقة الصحفيين العاملين حتى في وسائل الإعلام الغربية لمجرد تعبيرهم عن مواقفهم إزاء ما يجري على منصات تواصلهم الاجتماعي عبر انتقاد البلطجة الصهيونية، فكانت النتيجة طرد البعض منهم. كل ذلك يشكل انتحاراً أو نحراً لوسائل الإعلام التقليدية الغربية التي بدأت تفقد الكثير من شعبيتها ومصداقيتها أمام المتابعين والمشاهدين. لقد تحدث كثير من الخبراء بأن الرأي العام في حرب غزة لعب دوراً كبيراً في وقف هذه الحرب، وهذا الرأي العام جاء نتيجة عملية تراكمية لوسائل الإعلام والنخب، وهو أمر ينبغي تعظيمه وعدم تجاهله أو تحاشيه والتقليل منه، فتجاهله يعني تجاهل أدواته، وخسارة الأدوات ستلقي بتداعيات كبيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية على المرسل بشكل عام، وهو أمر معني به بشكل أساسي وفعلي واستراتيجي الإعلامي والمؤسسات الإعلامية الجادة التي كانت على الدوام أمينة وحارسة لهذه المهنة المهمة في صناعة الرأي العام وتشكيل وصيغة القناعات والتوجهات. نشرت صحيفة الجارديان مقالاً للمعلقة نسرين مالك قالت فيه أن الحرب في غزة كانت درساً مكثفاً في النفاق الغربي ولن ينسى، وأضافت أن صور الرهائن والسجناء الذين عادوا واتحدوا مع عائلاتهم حافلة بأمل لا يمكن استيعابه، رغم محاولات السلطات الإسرائيلية قمع أي تعبير عن الفرح بين الفلسطينيين بعودة أسراهم، فحقيقة الإفراج عنهم وحقيقة سلامة بعض المحتجزين الإسرائيليين هي وعد صغير، وحتى لو تم تحقيق الحلم البعيد بوقف دائم لإطلاق النار، فما حدث خلال 52 يوماً من الصعب نسيانه. الحقيقة التي من الصعب القبول بها هي أنه لا يوجد شيء يمكن عمله. يمكنك مثلاً الكتابة لنائب منطقتك أو المشاركة في المظاهرات، لكن القتل مستمر. ورغم ذلك يقدم الساسة في الولايات المتحدة وبريطانيا رواية بيضاء صارخة عن النزاع، والتي يبدو أنها تحلف الحقيقة الواضحة وعدد الضحايا، ويلجؤون للغة سريالية تدعو لاستخدام كل الحذر الممكن لحماية حياة المدنيين. وتتابع: كانت الأسابيع الأخيرة بمثابة درس في الطبيعة الوهمية للقانون الدولي، وعلى خلاف العراق فلم يحتج الأمر لسنوات كي تتراكم الجثة كدليل يثبت أن المغامرة لم تؤدي إلى توفير الأمن لأي أحد، وأنها بدون رحمة وقامت على تضليل، وبالتالي تأكل الثقة بالقيادة السياسية. فما كان يحدث في غزة هو في الوقت الحقيقي وعلى الهواء مباشرة، فالقصف لم يكن يرحم وأدى لمحو عائلات بأكملها، وهجر الآلاف حيث جروا معهم أطفالهم إلى خيام مؤقتة، وهو منظر مروع آخر. وكانت هناك قوة أخلاقية للأطفال، فلم يصل عدد الضحايا منهم حوالي 6000 طفل وطفلة،
بل تهجيرهم، غتمهم وحرمانهم من الطعام والشراب في غزة المحاصرة التي وصفتها اليونيسيف أخطر مكان على وجه البسيطة لكي تكون طفلاً. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً قالت فيه إن آلافاً من حملة الجنسية المزدوجة تركوا الحياة في الولايات المتحدة لكي ينضموا إلى قوات الاحتياط الإسرائيلية في الحرب على غزة. وفي تقرير أعده دان لاموث وأليكس هورتون جاء أن حوالي 10,000 يعيشون في أمريكا، منهم حاملة الجنسية المزدوجة، لبوا النداء في عملية حشد قوات احتياط من 360,000 جندي بعد تلقيهم بلاغات من الجيش. وتقول الصحيفة إن التدفق لحمل السلاح للقتال من أجل إسرائيل يشبه التدافع الذي طبع الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ناشدت حكومتها الأمريكيين المساعدة في وقف التوغل الروسي. إن التدفق لحمل السلاح للقتال من أجل إسرائيل يشبه التدافع الذي طبع الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ناشدت حكومتها الأمريكيين وغيرهم المساعدة في وقف التوغل الروسي الذي مضى عليه 3 أعوام تقريباً، لكن هناك خلافات أيضاً. ففي حالة الحرب الحالية في غزة، خدم معظم الأمريكيين سابقاً في الجيش الإسرائيلي أو لا يزالون ضمن قوات الاحتياط. ومن الناحية التاريخية، يخدم 1,200 أمريكي في الجيش الإسرائيلي في وقت معين. والآن في تقرير أعده دان لاموث وأليكس هيرتون جاء أن حوالي 10,000 يعيشون في أمريكا، وذلك بحسب دراسة نشرت العام الماضي في مجلة المنبر الاجتماعي، والكثيرون منهم أصبحوا من حملة الجنسية المزدوجة. مع زيادة شراسة الرد الإسرائيلي على حماس وتعرض الجيش وأساليبه للنقد، بدأ بعض الجنود بالتساؤل عن أن أهداف العملية أبعد من تدمير حماس. والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تكشف المشاهد في قطاع غزة حجم الدمار الهائل الذي تعرض له القطاع طيلة 47 يوماً متواصلة. وفضلاً عن الألاف من ضحايا العدوان الذين سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود، تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يلحق دماراً هائلاً طال كل شيء في القطاع، من منازل وممتلكات وبنى تحتية ومدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق. وبينما ذهب نازحون لتفقد منازلهم في شمال غزة، لم يتمكن الكثير ممن نزحوا إلى مدينة خان يونس من العودة إلى ديارهم بسبب تدميرها بالكامل جراء اعتداءات جيش الاحتلال، حيث يواصلون حياتهم في خيام مؤقتة.
والآن نتابع معكم مشاهدين فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. جيت من الشمال، ما ضلش إشي في الشمال. الشمال عبارة عن سافية كبيرة لا دور، الناس مش عارفة دورها وين ولا عارفة إحنا وين. إيش اللي صار فينا الله أعلم. في يوم وليلة صرنا مشردين من الشمال للجنوب، من الجنوب للشمال، والحمد لله على كل حال. والله العظيم بإيدي هدول أكثر من 50 شهيد دفنت، والشهداء هاي مرميين. برضي مين هذا؟ خلاني اطلع الصحي خايفه على الباقيين. انا ابني استشهد وهو رايح يشتغل في الشفا، عامل نظافه ابني، وبقول يعني معي اللي واحد راح له الحمد لله. وجينا نرجع نشوف بيتنا، بيتنا لقيناه مجرفينه. وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.